من عادي ومن الفايزين يا عصابة بدر. متابعتكم من الرياض عبير عرجاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله عيدكم بكل خير. العصابة متجمعين في الحديقة ومحتفلين كذا، فحنتقهوى وبعدين نروح نصلي صلاة العيد. الحين نروح لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير. نوم. كل عام وانتم بخير. ايش ذا شو الكشه؟ كديناها لا. الكشه صارت ناعمه. يلا نتقهوى بسرعه. يلا. معمولنا وهذه كيكه سوتها خوله. الله يعطيكم العافيه. عزوز اصحى. لسه رايح. يلا نروح؟ لا مو بالحين، يا الحين انت تروحك. بالله عليكم هذا كشتنا المعروفه. راحت الهيبة، راحت الهيبة. أي أي أي. أوريك أنا لسه هيبة. إذا نعمنا شعره يتكبر علينا. شوف 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 ما يناظرنا. أي. نكمل بعد الصلاة. يلا لا تروح علينا الصلاة بديتكم. يلا. يلا حبايبي ناخذ هدايا الأطفال حق المسجد. شوفوا كيف ضبطناها وزيناها. يلا حبيبي اسمنا حطيناه وحطينا كل عام وانتم بخير. شكرا للي صمم لنا التصميم هذا، الله يعطيكم العافيه. يلا بسم الله مشينا. الله 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 الله. بخر متابعين بخرك. خمسه وخميس. لا ما يسمع. بسم الله. ممكن نمشي؟ كشه ناعمه؟ ايوه. خلاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم انطلقنا. يو حطيتوا الاغراض هنا؟ يلا حبايبي. بسم الله خرجنا الان الى مسجد العيد. سيت بلت. جاهزين يا ابو كشه؟ جاهزين؟ والله ما يعطي وجه او ايوه. كيف حالك طال عمرك؟ يناظر ما ولا شيء يعني. كبر شعره نعم. ولا شيء. يلا بسم الله انطلقنا. اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ما شاء الله الظاهر هنا يمكن النساء ما ادري. يا حليلهم. ما شاء الله صلى في الملعب. يلا اي مصلى في الملعب. اي ما شاء الله يا كثرهم. وبسم الله دخلنا الملعب. شوف شافني. هلا هلا هلا. يلا ما شاء الله تبارك الله. الله اكبر الله اكبر ولله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر. وحده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ما شاء الله. هذه يقدمونها للمصلين مجانا، كب كيكس وماء وشاهي وحليب. الله يعطيهم العافية يكتب أجرهم. الله يا حليلك يا عزوز. عطى هذا الصغير اللي هنا قل له كلهم كل عام وانتم بخير. تم بقى اثنين عطهم الشباب الحلوين هذولي. Say thank you. بسم الله ما شاء الله. هلا وسهلا. وبسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. اي جوانا يستنون. ها جدي. هلا هلا هلا. انتم بخير حبايبي فديتكم. ابو كشه لا يتمالح يتمالح قدام البنات عيب. يلا هش هش. تفضل طال عمرك. الله يصلحك. بسم الله الرحمن الرحيم. جرت العادة انه بعد صلاة العيد الواحد يروح يجيب كبدة كذا وفول ويفطر، ولا هم يسوون كبدة في البيت؟ هنا ما في. هنا عندك بقالة عربية فيها فطاير زعتر، الله اعلم يمكن انها من حق امس. طيب
ما ادري نشوف اذا عندهم شيء نوكل ولا لا. هذا هو على الله. طلع مسكر للاسف. صامولي وجيبون ايه عصير برتقال عيد. صامولي وتونه. صامولي وتونه. طبعا كما هو متعارف عليه الغيبوبه الجماعيه. فبناخذ غيبوبه جماعيه وبعدين نطلع الى مكان جيد. فالحين بننام انتظرونها لا تروحون. اوكي يلا يلا. عام وانتم بخير من العايدين الفايزين. معكم اختكم خزامه العنزي. كل عام وانت بخير حبيبي الغالي عصابه بدر متابعك من العراق علي البابلي. تحياتي لك حبيبي الغالي. كل عام انتم بخير عصابه بدر. بدر خوخه ريمه عزوز مجودي جوان عيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. بنحبكم كثير عصابة بدر. باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طيبين؟ معكم مصور صالح بن محمد. هذا أول ظهور لي إعلامي والله يتقبل صيامكم وقيامكم. هذول أخواني. شو تقول البدر؟ كل عام وانتم بخير وعساكم العواد. كل عام وانتم بخير يا احلى عصابة بدر وواحدكم واجد. عصابة بدر كل سنه وانتم طيبين ودائما موفقين وان شاء الله نحتفل معاكم بالمليون قريب. اخوكم صلاح من السودان. كل عام وانتم بخير يا عصابة بدر. احنا دحين قاعدين نتفرج عليكم بدر. الموجود في صندوق الوصف. لكن احب يكون الفيديو حقك 7000. كل عام وانتم بالف خير عصابة بدر. تقبل الله طاعتكم. كل عام وانتم بالف خير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. عام وانت بخير يا احلى عصابه في اليوتيوب. كل عام وانت بخير نحبكم عصابه بدر. انتم طيبين وكل سنه والعصابه بخير وكل سنه والعصابه اكبر واكبر. وعيد سعيد وان شاء الله العيد اللي جاي نكون 2 مليون فرد في عصابه بدر. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. هلا عصابه بدر احبكم مره ومتابعتكم من العراق. وهذا هو لبس العيد. كل عام وانت بخير احب. كل عام وانتم بخير وسعادة ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا أحلى عصابة. السلام عليكم عائلة بدر. إيش أخباركم طيبين؟ كل سنة وانتم طيبين وعساكم من عوادة. كل عام وانتم بخير يا عصابة بدر. كل عام وانتم بخير يا أحلى عصابة. كل عام وانتم بخير. أنا سالم من الأردن. كثير بحبكم وكل يوم أتابع فيديوهاتكم أول بأول. باي. كل عام وانتم بخير عساكم من عواد احبكم عصابه بدر. كل عام وانتم بخير يا احلى عائله باليوتيوب. بتمنى توصلوا للمليون. وانا اسمي اريج من هولندا. ايوه شو مفقعين من النوم. يعني غيبوبه اليمه صراحه. عموما ان شاء الله يا رب استمتعتوا بمعايدات الحلوين. على فكرة ترى بكرة بإذن الله تعالى بنطلع للتخييم في أكبر غابة في أمريكا. حتكونوا معنا في الأغراض لكن في مكان بنروح له دائما يشدنا هنا. إن شاء الله يا رب تستمتعون معنا فيه. الشيء اللي ما تعرفونه إن هالمدينة ما فيها ملاهي اللي إحنا فيها. لأن سكس فلاج اللي ما يعرف وش سكس فلاج هو أخطر مدينة ألعاب مائية وإلكترونية موجودة في أمريكا. وايضا موجوده ديزني لاند. فقالوا خلاص ليش نحط ملاهي يعني احنا بنخسر كذا. فتصويتكم كان على الغابه. فبعد الغابه بنروح سكس فلاج وبعد السكس فلاج بنروح ديزني لاند ان شاء الله. يلا يلا. هذا المكان يوم جيناه قبل امس وش فكرته؟ عندك ايس كريم وتحط وبالوزن. شوف انا اذكر اني شفتها في دبي وماليزيا هذه بس عجبتني الفكره. نجربها يلا. ريما وجوانا وعزوز وماما وانا الحالي. مجدي معي انت. الله يستر الله يستر. يلا رح. تورطوني الحين. حلوين. يلا. كل عام وانتم بخير. شوف عزوز استقبلني واخذ هالاشياء
هذا حقي انا. لا لا بس كله مرتفع يعني ما له دخل. شكله يعجبني. نو 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 نو. عندهم ايس كريم حبحب روعة. اوه حركات. شوف مجودي تركنا يبغى ياخذ بعد زيادة. لما تعطيه الحالة خلاص يفكنا من شره وسياحة. سبحان الله ريما تشوف هذا المحل خلاص تتبلد. ريما جوانا ايش تسوي؟ يلا تعالي عيديتك اشتري ثلاث قطع. وين عيديتي؟ وين يلا وجوانا اشتري ثلاث قطع من هنا. اشتري الشريط عيديتي. انت اشتريك الشريط وشو؟ شريط درايفر. خلاص درايفر. لا جي تي اي. بابا لانك اذا اشتريتي ثلاث قطع حيعطوك ثلاث قطع مجانا. اوه شو كيف؟ يبغى ستة. ايوه. لا 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 تشتري ثلاث. يلا يعني منها وفر بعد. يا رب رد خيلك. يلا هذه خلاص هديتك تفضل. تشبه لك تشبه لك. مع السلامة. هذا حالف يمين انه يركب السيارة. يلا حط الدولار هنا. تشوف كيف يحطه. والله بخليه يحاول اشوف. بسم الله عليك. بسم الله عليك. صح عليك. الله يهديها ريما وجوانا. طولتوا يا بابا بسم الله عليكم. وشوف وفي النهاية السلة فاضية. هاي يا بابا خلصتوا أخيرا؟ نقول مبروك؟ خليتوني أقعد على كرسي متحرك. شوف قاعدة تهز الكاميرا. طيب وش تبغوا الحين؟ حاسب بس؟ يلا بسم الله. والحين رايحين نشتري أغراض المخيم. مرة متحمسين لأنه ما قد نروح حياتنا تخيم. إحنا إبننا إحنا بيبي من زمان. عزوز ما في بلايستيشن في المخيم. لا ولا جوال ولا حاجة. بس شوف بس شوف العصافير تطلع. بس كنت ناظر. يس 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 وبسم الله الرحمن الرحيم. يا حلوين يلا يا ابو كشه. اوه هذه اغراض المخيمات هنا. شوف الثلاجات والكراسي والخيم. فنشوف ايش ناخذ. قلنا لكم اغراض مخيمات اخذوا عشان اذا ضعنا ولا شيء. وش واضح من الدوجز ولا ما في الا هالخيمه حق 8 اشخاص واحنا 6 ان شاء الله تكفينا. اوبا ثقيله والله. بسم الله. اخذنا هذه عشان نحط الثلج والمويه. هلا عليك اخي الحياه صعبه. شفت تفضل يا حتى امهم. يلا دخيلك. هذه اهم حاجه فيرست ايد كيت اللي هو شنطه اسعافات اوليه. يعني تقريبا ب 12 دولار مش بطاله. ميو خذ هذه. يجربون كراسي. او هذا المجودي ولا الجوانا يجي؟ حلو جوانا؟ طيب تبغى اكبر منه. ايوه جربته يا بابا؟ عجبه عجبه والله عجبه. جودي يا مجودي خلاص مع السلامه باي. حارب اي شيء انجر ياخذها. خذ واحده حق الحشرات والنامس المهمه هذه. شوفوا اخر صرعات الاوريو. يعني كولا بالكرز. كولا بالكرز والثاني بنقهة الفشار. وين بيروحون ذولي؟ دقي باخذ هذا الفرن والكولا نسوي لها رياكشن. نجرب نجرب صح؟ حلو. كذا خلصنا موضوع التخييم. يا رب تكون اغراضنا كامله يا رب. اول مره اشوف حق كاليفورنيا. يا ناس تخيلوا هذا رضيع
يقول المفروض شكلها الآن عن طريق الكمبيوتر يكون كذا، هذا مفقود. لا إله إلا الله، شوف أطفال صغار الله يكون بعونهم عن أهاليهم. وبسم الله الرحمن الرحيم خرجنا شويات ويأذن المغرب. شو بخوفهم؟ مقلب ما رفع علينا. انتظرونا بكرة في أكبر مغامرة في أكبر غابة في أمريكا. أتمنى عليكم هذا الفيديو، لا تنسوا الفيديو، لا تنسوا اللايك والشير.